يسعد لي صباحكم مشاهدي ومتابعي قناة زاكروس الفضائية. نلتقيكم اليوم في معرض بغداد الدولي لتغطية نشاطات الدول المشاركة في هذا المعرض، وأني تحديدا موجودة هسه في الجناح جمهورية العراق. تعالوا خلينا نتعرف عليه أكثر من خلال المشاركين بهذا المعرض. مرحبا، شنو طبيعة مشاركتك بالمعرض؟ احنا هنا بنرضى ألوان صناعة عراقية 100%، المعامل كلها بالعراق، ودي يتوسع حاليا، عندنا 13 فرع بغداد وفرعين بكربلاء، وان شاء الله يعني هم يعني بالمستقبل هم يتوسع ويصير اكو تقدم. هاي اول مره تشاركين بهذا المعرض؟ يعني بالمعرض اكثر يعني من سنين نشارك يعني اكثر من مره. طيب شلون تشوفين التنظيم هذه السنه؟ هل اكو اختلاف عن السنين السابقه؟ طبعا اكيد اكو تطور يعني وزياده يعني بالناس، وان شاء الله يعني تقدم دائما هنا على بالمعرض. شكرا لك حبيبه، عاشتي. نعم مشاهدينا مستمرين واياكم. شنو رايك بالمهرجان؟ شيء رهيب وحلو، خاصه يعني هذا القسم. الصراحه اول ما دخلها يعني بعدني كلش ما شابي، بس يعني شيء بدايته حلو ان شاء الله، كلش حلو. طيب شنو الشيء اللي لفت انتباهك بالمعرض؟ الموجود التعالف الموجود بين الشعب ولمتهم اللمه الحلوه، وربنا يديم الفرحه على العراقيين كلهم. شكرا لك، عاشتي. مرحبا عيني، شنو طبيعه مشاركتكم بالمعرض؟ احنا هاي المشاركه الثالثه بالمعرض باتحاد الصناعات العراقي، منتجنا هو الترمستون العراقي. الحمد لله والشكر كله خاضع سيطره نوعيه وكله ناجح وتسهيل من الله بعد. طيب شنو اللي يميز مشاركتكم؟ والله مشاركتنا احنا على جناح الاتحاد الصناعات العراقي يختلف عن باقي الجناحات. الحمد لله الناس المسؤولين هنا انه اكو فد تمييز يعني يختلف عن باقي الاجنحه. المنتج كله عراقي 100%، وباقي المصانع كلها عراقيه 100%، فهذا اللي يميزنا عن باقي الاجنحه. طيب هاي اول مره تشارك بهذا المعرض؟ لا اكثر من مره. شلون تشوف التنظيم هذه السنه؟ هل اكو اختلاف عن السنين السابقه؟ هذه السنه الحمد لله التنظيم احسن من القبله، فرق كلش هوايه، اكو تطور كلش هوايه. شكرا لك. نعم مشاهدينا الاحبه مستمرين واياكم. مرحبا. اهلا وسهلا، انا اسف. شلونك؟ الحمد لله بخير. سؤالي هو شنو طبيعه مشاركتك بالمعرض؟ احنا شركه صناعه مواد التعبئه والتغليف اللي متخصصين بصناعه العلب المعدنيه. شركه عراقيه طبعا وصناعه محليه موجوده، المعمل مالتنا في بغداد والفرع الاخر ايضا موجود في سليمانيه في اقليم كردستان. شلون بدك تشوف التنظيم؟ هل اكو تطور؟ من يا ناحيه؟ ناحيه تنظيم المعرض لو يعني المعرض تنظيمه عن قبل او هسه؟ احنا طبعا نفتخر من نشوف التقدم سنه عن سنه نحو الاحسن بالنسبة للمشاريع العراقية المحلية، لأن دورنا إحنا كعراقيين نشجع على المنتوج الوطني ونشجع الصناعة المحلية، فسنة عن سنة يعني ما شاء الله الله يبارك طبعا جاي يتطور البلد زين ونحو الصناعة المحلية، وهذا اللي شيء طبعا جاي نشوفه سنويا بلدنا الحبيب. شكرا لك، عاشت لك. سنة شرفتوني. مرحبا، شلونك؟ الله يخليكم. الحمد لله. شنو طبيعة مشاركتك بالمعرض؟ احنا منشارك من عام 1975، بدينا بهذا المنتج الفستق، كان عندنا خط انتاج واحد، هسه فضل الله عندنا من 65 الى 70 خط انتاج هاي المنتجات. حاليا احنا الجيل الثالث بالشركه، عندنا جيلين اللي هم هسه طلعوا تقاعد، هسه عندنا هاي الخطوط متعاقدين ويا شركه التمويل ويا خطوط الجويه العراقيه اللي هي هاي بالدرجه العاديه وهاي الفيرست كلاس. شركه يعني حاليا انه شاركه هالدوره تختلف عن الدورات السابقه. العام كانت قاعه واحده الحمد لله، هسه اكو قاعتين صارت. نطمح للشركه، احنا كشركه علي بابا نطمح انه نزيد خطوط الانتاج، نطمح ان نرجع جمله صنع في العراق. الحمد لله هسه يعني اكو شيء يفرح القلب انه من تشوفين المنتج المحلي قام يضاهي المنتج المستورد. الحمد لله ان شاء الله نطمح للمستقبل انها تكون القاعة
القادم أفضل، الشركات تطور منتجاتنا، أنه احنا هسه نسعى للتصدير. اكو اكثر من شركه هسه هنا موجودين فاتحين مجال التصدير. الحمد لله والشكر، المشاركه كلش مفرحه، اقبال الجمهور انه ما كنا نتوقع بهالكثافه وبهال، يعني حتى تشوفين الجمهور اللي دا يجي فرحان بهذا الشيء. الحمد لله والشكر، وان شاء الله القادم افضل. شكرا لك. نعم مشاهدينا الكرام، بعدنا مستمرين بتغطيتنا لليوم. مرحبا. اهلا وسهلا حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله. حبيبي شنو طبيعه مشاركتك بالمعرض؟ عرض وتقديم المنتجات. عندنا هنا الدبس، الدبس مصنوع من معمل شركه الطاحونه الذهبيه، وعندنا ايضا الراشي، وعندنا انواع الزيوت، عندنا منها زيت الزيتون، زيت السمسم، وعندنا ايضا زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند، وإضافة إلى البقية عندنا الحلاوات الجزرية الشعرية مثل ما شفتي هذين هنا أنا. أي، وعندنا بعد الزبدة، عندنا أنواع خمسة من الزبدة، عندنا الجوز واللوز، وعندنا البندق والفسق السوداني، وعندنا القاجو. أي. طيب هاي أول مرة تشاركين بالمعرض؟ كمعرض إيه أول مرة أشارك. شلون شفتي التجربة؟ والله حلوه، الاجواء حلوه يعني. اي، والعراقيين شويه يعني تعرفين يحبون يفترون وهاي. اي شكرا لك حبيبي، مع السلامه. مرحبا. سلام، شلونك؟ الحمد لله الله يحفظك. شلون تشوف الاجواء؟ والله اجواء كلش حلوه، والحمد لله وشكرا للعمل والامان للعراق والعراقيين، وهاي يعني مبادره رئيس الوزراء، مبادره جدا جميله، ونشوفهم كل الطوائف موجودين بالمعرض، والحمد لله كل العوائل متونسه ومرتاحه. طيب شنو الشيء اللي لفت انتباهك بالمعرض؟ والله هو كله جميل، يعني ما بيه شيء يعني عن علاقه مميز، كله جميل ان شاء الله. شكرا، عاشت ايدك. مرحبا. اهلا وسهلا. شلون تشوف الاجواء؟ والله حلوه الحمد لله. شنو الشيء اللي لفت انتباهك؟ والله يعني بالايام العطل توقعنا انه بس ناس هواي، بس اللي الشيء انه يوميا ناس اكثر واكثر، يعني كل شويه معرض حلو بيه هواي مشتركين يعني شركات. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون تشوفين الاجواء؟ الاجواء ما شاء الله اليوم روعه يعني، وكل سنه احسن من السنه اللي قبلها الحمد لله. شو اللي لفت انتباهك بالمعرض؟ والله كل شيء حلو، كل شيء جميل، كل شيء حلو، يعني شغله مرتبه مرتبينها، يعني عاشت ايديهم. شكرا حبيبي. مرحبا. اهلا حبيبتي، شلونكم؟ الحمد لله تمام. شلون تشوفي الاجواء؟ حلوه والله، تونس. متونسين وعالم هواي. الحمد لله حلوه، والجهال متونسين. هي اهم شيء الجهال. طيب شنو الشيء اللي لفت انتباهك بالمعرض؟ يعني حلو انه شغلات كليتها انتاج بلدنا وهيك، يعني واحد يشعر بالفخر. حلو. شكرا لك حبيبتي. شكرا حبيبتي. مرحبا. هلو. شلونك؟ الحمد لله. ايش عندك جاي بالمعرض؟ نغير جو يعني؟ نغير جوي. حلو. شلون شفت الأجواء؟ كلش حلوة. طيب شنو الشيء اللي لفت انتباهك؟ الجناح السعودي كلش يعني كبير وحلو ومرتب، كلش حلو. شكرا. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ بخير الحمد لله. شنو الشيء اللي عجبك بالمعرض؟ والله انه كلها متوفرة هنا، نقول السعودي العماني، فهي شغلة حلوة مرتبة. والأجواء؟ الأجواء شيكي، النظام حلو، الترتيب حلو مرتبة. نعم مشاهدينا الكرام، لهنا تنتهي تغطيتنا لليوم. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم.